هو بكل بساطة أنه هيدي الأجهزة وهيدا القضاء غير مؤتمن، في إهمال وفشل. بعد انتهاء التحقيقات في حادثة أنصار، كشف الصحافي هادي الأمين عن الرواية الكاملة للجريمة عبر قناة الجديد، حيث أكد الأمين أن اللبناني حسين فياض وشريكه السوري حسين الغناش قد أقدما على قتل الضحايا الأربعة عن سبق الإصرار والتصميم على خلفيات شخصية وخاصة ناتجة من خلافات مع الضحايا لا غير. فما هي المعطيات الجديدة لجريمة أنصار؟ تحقيقات أنه ما نحن مؤثرين، يعني في كم من الإجرام ما مؤثرين بأي شيء أنه عاملين جريمة، بيقولوا ندمانين قول، ولكن ردات فعلهم تعاطي المحققين معهم عملوا هيك بتمسحين. وفي التفاصيل وبحسب الأمين أن الشريكين قد تقاسما المسؤولية، حيث أقدما كل منهما على إطلاق النار باتجاه الضحايا من سلاحين مختلفين، الأول بوب أكشن واستخدمه حسين الغناش، والثاني مسدس حربي استخدمه حسين فياض للتأكيد على وفاة الضحايا بشكل قاطع، على عكس الرواية المتداولة أن فياض بقي خارج المغارة ولم يشارك في عملية القتل. كمان ساعدوا، يعني تبين أنه ساعدوا بطمر معالم هذه الجريمة، كان عم ينقل له مي، لأنه بأول رواية قال أنا ما شاركت حسين فياض، طلع مشارك بإطلاق النار وبطمس معالم الجريمة. تقدر الأجهزة الأمنية أن السلاحين المستخدمين في الجريمة إحداهما نوع بوب أكشن محشو بسبع طلقات، والثاني مسدس حربي 9 ملي، غير أن الطبيب الشرعي وجد صعوبة في تقدير احتمالية ذلك نظراً إلى تحلل الجثث وتعرضها للتهشيم نتيجة طريقة الدفن ووجود عدة ثقوب فيها، لكن الثابت أن الموقوفين شاركا في إطلاق النار على الضحايا بحسب جريدة الأخبار. هو اثنين هني قرروا يجوا، يعني مجرد عودتهم ولأنه انسرق وقرارهم بالعودة هذا ببطل يخليك تدور كتير عن دوافع، لأنه قدروا هون خلل القضاء، قدروا هو اثنين يوصلوا على الأراضي السورية وكانوا قادرين يهربوا. هذه الرواية تؤكد تخطيط الجاني وشريكه لجريمة القتل بحسب المصدر نفسه. الشريك السوري حسين الغناش التزم بأوامر مشغله، ومنها التأكد من وفاة الضحايا بعدما أطلق النار عليهن، كما أنه شارك في رسم بعض الأفكار، مع الإشارة إلى أن تحليل داتا الاتصالات أظهر الالتزام المكاني بين الشريكين وخطوط هواتف المغدورات. والناس ما بتعرف أنه قديش تقصير الأجهزة، حيبين معهم الجمعة قديش محضر مثل هيدا مفتوح باختفاء أربع أشخاص تم التعاطي معه بخفة من قبل الأجهزة الأمنية ومن قبل القضاء. تجدر الإشارة إلى أن شعبة المعلومات قد ختمت التحقيق مع المشتبه فيهما بارتكاب الجريمة، وسيحال الملف اليوم إلى النيابة العامة الاستئنافية في النبطية، ويفترض أن يبادر النائب العام فور تسلمه الملف إلى إحالته إلى قاضي التحقيق الأول محمد بري أو أحد القاضيين غسان معطي أو وسيم إبراهيم للتوسع في التحقيق في مهلة أقصاها يوم الاثنين المقبل.